سادتي وسادتي السلام عليكم، والآن نلتقي مع الأخت إيمان من الجالية اليمنية التي تشارك مع الجاليات الإفريقية بمناسبة عيد الفطر. والآن تحدثنا، تفضل أمارة، وما شعورك عن هذا الاحتفال؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، أحب أن أهني جميعا بمناسبة العيد الفطر المبارك داخل المحاكم، وأحتفل اليوم إلى جانب أخواني وأخواتي في جميع الجاليات الإفريقية الأردنية والعربية، وكلنا مع بعض احتفلنا وشعرنا بأنه فعلا في اليوم عيد، لأنه كلنا احنا مع بعض مجتمعين في العيد. ونتمنى إن شاء الله تحت اللواء اليمن الواحد الموحد واستقرار اليمن، وأن يتم الديمقراطية والعدالة. والتحية أيضا بهذه المناسبة، نهدي كل التحية للشهداء اليمنيين الذين تشهدوا من أجل الديمقراطية ومن أجل العدالة في اليمن. وما تتمنين للشعب اليمني؟ أتمنى للشعب اليمني أن يعيش بأمن وأمان واستقرار، وأن تزيل هذه الغمة والهم، وأن يبحث الرئيس ويليف الشعب يعيش يعني حياة كريمة وحياة مستنسة. عاش اليمن حرا أبيا، وعاشت كل الشعوب العربية التي تنادي من أجل الديمقراطية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.